الشعور بالفرح لأن تكلفت ويا البنات. حلو حلو. أنا ويا المام المهدي صرت، أنا ويا فاطمة الزهراء. شعوري يعني أهدي هدية للإمام المهدي. أتعهد أمام مدرستي أن أحافظ على شرف تكليفي. الحمد لله على نعمه كلها، أما بعد فإن الإسلام جعل المرأة ملكة وتاج ملكها الحجاب وتاج العفة والوقار، وتسمو بها الفتاة لتستضي بنور الزهراء عليها السلام. ضايقنا علما وأخذنا التكليف شعارا، وسقتنا من يدها شهدا وروتنا العفة. الحجاب للسيدة فاطمة الزهراء وللسيدة زينب عليها السلام، ونشكر العتبة العباسية من نجت وكلفتنا.